بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا يا إخواني في الحصة الماضية عن صاحب الجنتين، ورأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى بين عاقبة أمره، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سورة النكاح. قال مين واحد سبعة. طب هل أنت متأكد أو أنت تركتها في جيبك؟ انظر في شتى الحقيبة، ربما يكون في الحقيبة، ربما يكون في الكتاب. أنا أقول هذه الإجابة الأولى، يعني وإني أعلم أن هذه النعم والخيرات ستدوم. أين المعنى الذي يوجد عندنا في النص الذي فيه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا؟ ستدوم، ستبقى. نعم، خيرات عندما دخل الجنة. لا، انظر ابحث عن المعنى، عن الكلمة. بس يقول هذا من النص ما تشير إليه كل آية. أين الكلمة التي ها ولولا ماذا؟ ما يقول يعني؟ أين الكلمة؟ ابحث في النص. دخل يا أخي، ابحث. إلا أخي ألا تفكر أن تقول إذا دخلت؟ يا سلام. هيا يا أخي، ألا تفكر أن تقول إذا دخلت جنتك ما شاء الله. ثلاث نقاط، لا قوة إلا بالله. طيب، يقول بعد ذلك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تفضل يا بني. إن الساعة لا يقيم هو هل أنت تفهم السؤال يا إبراهيم؟ السؤال يقول هات من النص، هات من الدرس ما يدل على هذا المعنى يا أخي. لا أقول لك ما معنى هذه الآية، نحن نعرف. عندنا قال لقد انتهى الجنة وذهب الخير، فعندنا قال الجنة أحسن من الدنيا. هل هذه موجودة في النص؟ يا أخي اتركه يبحث. هيا هيا شباب، من يعرف؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سب ها، فإني لا أظن أن هناك يوما كهذا اليوم. سب، وأما عن يوم القيامة فإني لا أظن أن هناك ماذا؟ ساعة يوما قيامة. هذا أو هذا. وأما عن يوم القيامة نرى وأما عن يوم القيامة فإني لا أظن أن هناك يوم كهذا وذلك معنى قوله وما أظن الساعة قائمة.
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ها أين هذه يا شباب؟ تفضل. سد. تفضل. وجعل الأنهار جنتك جاف. يا سلام أحسنت يا رسول. وجعل أنهار جنتك جافة لا يوجد بها معنى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أين يا شباب؟ ما المعنى؟ عبد الله لماذا تفكر؟ أنت تجد تكتب فقط. أي شباب أين؟ عمر بكري لماذا تبحث؟ وإن أعتقد معك بوجود الإنسان لا, لا لا لا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تنتهي. نظر إلى إليه الأخي المؤمن وبكى شفافاً عليه وأحباب شفاءً لفيه الدافع وليهدف إلى الإيمان. خطأ 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 يا شباب تأتون بأي شيء. ها ألا ترى فعسى ربي أن يؤتني خيرا من جنتك أرسل قبل هذه ماذا يوجد؟ ولولا إذ دخلتها. أنت تقرأ الآيات. قال ناد قالها نادي من فلم يرفع ولدا ولم قال هذا تقرؤون الآيات هذه المشكلة الآية كبيرة جدا. طيب ماذا بعدها؟ إني بأن الله أعطاك مالا ها ماذا؟ ولكن إن كنت فقيرا لا أملك مالا ولا ولدا فإن نفسي عانية مؤمنة لا تتعلق بالدنيا وزينتها وأنا أعتقد يا أخي أن الدنيا زائدة وأن المال لا يبقي وأن الأولاد سيموتون أحسن. هذه لا تعجب إن أزال الله لا تعجب إن أزال الله هذه ماذا يا أخي؟ هذه الأموال كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذه سهلة جدا ومع ذلك لا يوجد غير ما هذا؟ وكان الآية عمان لا أريد الآية الآية أمان استاذ وقال انظر إلى حالتي كيف أصبح لا تملك مالا ولا ولدا. حدث هذا ذاك المرة ولما رأى استهزأ به وسخر منه وقال انظر إلى حالتي كيف أصبحت لا تملك مالا ولا ولدا. سد. أما أنا فإنني أكثر منك مالا وأكثر ولدا. فإنني أكثر منك مالا كيف ليس بنص وقراها من الكتاب؟ لا أعرف في كتاب أكثر
ولا ده هو عنده كتاب خاص؟ نعم. طيب، وأحيط بثمنه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سهل شعيب يسألك ما معنى تلك؟ أين هذا يا شباب؟ نظر إلى أخ المؤمن وبكى شفقة عليه. يا رجل يا رجل يا أخي نظر إليه الأخ المؤمن وبكى. قالت وقالت الجملة التي حدثها ووضع يده على فمه وعلى إصبعه وأخذ يسبق ويبكي حزنا على ما حل به. السطر الذي قبل هذا قد مات الثمر قد سقط لا حركة ولا حياة ولا أب جد ولا أبد. قالها بعد وكل ما في الجنة قالها بعد ندم فلم ينفع طلع بعد أن فارقته خيرات والنعم. قالها بعد أن فارقته الخيرات والنعم. نعم يا أخي إبراهيم تفضل. يا أخي أكفرت بالله الذي خلق ورزق الجنة والمال والأولاد؟ أحسنت يا إبراهيم أكفرت بالله الذي خلقك ورزقك أحسنت يا إبراهيم. هذا التدريب نعرف فيه الذي يفكر جيدا والذي لا يفكر. يعني شعيب يجلس استاذ ما معنى استاذ ما معنى استاذ ما معنى استاذ ما معنى وهو ياتي بكلام صحيح لا كلام يا شعيب يدل انك لم تقرا. لا نعرفه نحن ولا انت. نعم يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. ولكن هذا الشعيب في الاصل لن يعرف ماذا يقول. هو بالاصل هو يعرف ماذا يقول. روح نعم استاذ. ابو جهل ماذا؟ خربان. نعم يلا اقرا التدريب يا مصطفى. التدريب الاول صل بين الكلمتين المترادفتين يمكر يجهل. هل انت مسرور؟ هذا يا اخي مسرور يمكر ها اختار طالب غيرك؟ نعم يجحد يجحد يعني يمكر ما يمكر لا تعرف؟ ينفي ذلك. طيب أنا الكفر شيء يشرك. الكفر أين يشرك؟ شرك جيب شرك هذا يشكر الشرك شرك الحزن أينك؟ ها الحزن ايه يا عواز الله حزن يسخر منه. لا ها يا شباب الحزن يرتع ها ها واو ها ام ح ح ح الاسى نعم سبب الله صحيح يرى. هيا يا اخي حسن يرى سبب البغضاء سد سد سد
أخي حسن. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. فكر يا حسن. يرى. يرى. أنا أرى أنك طالب ذكي. يا أخي أنا أقول لك أنا أرى أنك طالب ذكي. أواز. يعتقد. يا سلام. سهل هذا. الكراهية. شعيب. شعيب. سهل. الجواب. الجواب هو معنى الكراهية يا شعيب. سهل. كراهية يعني يكره. شعيب يكره. شعيب. يصخر لا سبحان لا الله لا يصخر مما تقول يعني يرتع لا يا مزيج يجحد عبد الحسين يصخر يرتع سامع استاذ يصخر استاذ عبد الله البغضاء شعيب قال شعيب قال قرأ كله يحمد يحمد يشكر يحمد يشكر لا أول قال يشكر بعدها يلهو يرتع 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 خلاص مختلف متباين ليس متبين أين التاسع أستاذ؟ أين أستاذ؟ أربعة خمسة ستة أربعة تسعة بعد ذلك أين ثمانية؟ أيا يا مزمل دورك يا أخي أسخر منه أخي مزمل مزمل خمسة رزقه عميق هو مريض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رزق عميق أحمد الله أكبر لذيذة ما هذا مزمل رزق لا لذيذ وفير احسن وفير يا عمر اشجار صف يسقط صف يابسة نعم أجداد صحية بس جيم باسقة باسقة يعني عالية أوراق سقط بسقة السر أوراق هي السر حسيبة يسر قضي بسقة السر على باسقة أوراق أوراق زي خلاص يعني أوراق يابس يابسة يابس 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 يؤمن أول حزيزة لذيذة سمعتها من هذا هو يقولها أسأل يؤمن سمع من مين إبراهيم هيا يا أخي استاذ 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 زايدة سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله
ينابيع ينابيع وفير ينابيع لا 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 تعيد اسمه وفير ينابيع ينابيع يا سلام احسنت نعم صحيح مسرور مسرور تطهير الاعتقاد القلب عميق تطهير ماذا؟ تطهير عميق تطهير ماذا؟ قلب وأسن أسن سائلة عميق لا وتصحيح با لا 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 يوجد غيره يا أخي الاعتقاد واضح لا لا تخلي سعادة هيا يا أخي سعادة؟ نعم التدريب الثالث ضع حروف الجر التالية في الأماكن المناسبة هنا على عن ب تخلى عن مساعدة المساكين أحسنت ساعدوا هيا يا عواد الله لا مصورة الخاء كان التدريب ما ليكم لهذا ساعده على على قام شراء بستان جميل قام بشراء بي سنة سبحان الله تربية الأولاد الأسماء ألا تربية أن خطأ كيف اعتنى عن تربية أولادك؟ اعتنى بتربيتي وقطع المال أخيه أخيه وقطع المال عن أخيه عن هيا يا مزمل أنعم الله بعبادي أنا عم الله بيع عبادي كيف على 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 على